نكمل معاكم مشاهدين ومتابعين من خلال شاشة تلفزيون الفج الجديد. مبارك للناجحين والناجحات من أبناء محافظة الكرمة، كما عودتنا هذه المحافظة بالتميز والإبداع دائما في محافظة النجاح والتفوق، كما قالها الشهيد ياسر عرفات. ونلتقي مع المتفوق دائما مميز بكل شيء طبعا، وفي الثانوية العامة عنود نبهان الجلاد. أول شيء مبروك من شاشة تلفزيون الفج الجديد. الله يبارك فيك يسعدك، تسلم. عنود، يعني هذا النجاح مش كأي نجاح، شعور مختلف، كيف لما تقبلت النتيجة؟ طبعا اول ما عرفت النتيجة فرحت كتير، والحمد لله انه ربنا اكرمني وفرحني وفرح اهلي، الحمد لله ما في احلى منها فرحة. طيب كيف كان دور الاهل معك في الدراسة؟ والله اول شيء طبعا دائما وابدا الشكر لله سبحانه وتعالى، وبعديها بشكر اهلي كتير لانهم وفروا لي جو كتير منيح للدراسة، الحمد لله يعني انه ما كانوا عاملين لي ضغط في الدراسة واني بدرس براحتي. وكمان انا بحكي للطلاب انه فترة التوجيه هي مش فترة بتخوف، بالعكس انه ادرسوا منيح، اتعبوا، افتحوا فيسبوك، اطلعوا، ما هي مش فترة انه الواحد يخنق حاله فيها او كل شيء دراسة، لا لازم تمارس حياتك العادية بشكل طبيعي. طيب وين راح تتوجهي؟ وين؟ على اي قارة من قارات التخصصات؟ ان شاء الله بدي ادرس هندسة كهرباء بخضوري. هندسة كهرباء ان شاء الله. طيب يعني فرحة مميزة ومعدل عالي، صوت كمان مميز، كمان عدة ابداعات عندك يعني. طيب لمين تهدي هذا النجاح والتفوق؟ بهدي هذا النجاح والتفوق لأهلي ولمدرستي ولكل معلماتي، كل من علمني حرف سواء من الروضة لحد التوجيهي. وطبعا بهدي هذا النجاح لصاحباتي، وكمان ببارك لهم، وانا الحمد لله انبسطت لهم كتير، وان شاء الله المزيد نتفوق والنجاح مش بس إلنا كمان للسنين اللي بعدنا. طبعا عنود، يعني انت شو بتقول للناجحات واللي ما حلفهمش الحظ، شو بتقول لهم؟ يا ما يستسلموا. طبعا ما يستسلموا، طبعا الف مبارك لكل الناجحين، واللي ما حالفهم الحظ عادي، انه لسه الحياة قدامنا واكيد في مجالات تانية، ويحاولوا اكتر من مرة، طبعا اكيد في فرص منيحة، وان شاء الله التوفيق للجميع. بدنا صوت كمان للناجحين بصوتك الحلو. بالحب جينا وهنينا لمدلل هالغال علينا، وكتبنا بمية الورود ألف مبارك يا غالينا، هلا ومية مرحبا، ضو نور الكهرباء، ضو نور الكهرباء، عالبيات والصباح، عالبيات والصباح، هاي الليل بتنادينا، وعلوا صوت الزغاريد، وخلوا الدبكي ايد بايد، خلوا الدبكي ايد بايد، يا رب تبارك وتزيد، يا رب تبارك وتزيد، بعمر الغالي هالمزيونة، وبالحب جينا وهنينا، المدلل هالغال علينا، وكتبنا بمية الورود ألف مبارك يا غالينا، ألف مبارك يا غالينا. مشاهدين المتابعين، نكمل معكم المتفوقات والمتفوقين الأوائل على المدارس المحافظة والأوائل على مستوى الوطن. أيضا نلتقي مع الطالبة المتفوقة مروة عموري. أول شيء ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك، تسلم. يعني أنت سمعت النتيجة من تلفزيون الفجر؟ سمعتها أكيد من تلفزيون الفجر، دائما متفوق ودائما سباق في أنه يطلع النتائج. طيب مروة، يعني الإحساس والشعور بهيك تفوق كيف كان اليوم؟ أكيد هذا الشعور بتوصفش بالمرة، يعني أكتر فرحة الواحد ممكن يحس فيها بعد تعب 12 سنة أكيد، فكتير فرحة إلي، فرحان إلي، فرحان لأهلي أكيد أكتر من فرحان لحالي، لأنه أنا كنت يعني كل هذا المجهود اللي بذلته كان بس عشانهم. طيب أبوك وأمك دورهم في دفع مسيرتك للمساندة؟ أكيد أكيد لهم أكبر الفضل، دعموني كتير ووقفوا معي، كنت أوقات تمر علي خلص أيأس، تمر علي لحظات خلص بديش أكمل أتعب، فهم كانوا أكيد السند الأول لإلي، الله يعطيهم العافية يا رب. طيب تخصص؟ والله لهسه مش كتير يعني محدد، بس بفكر بالمحاماة. بالمحاماة؟ طيب السؤال الأخير، لمن تهدي هذا النجاح والتفوق؟ أكيد بهدي أول إشي لأبوي وأمي،
لأهلي كلهم، كل مين سندني ودعمني، أكيد لمديرة المدرسة ختام بركات، لكل معلماتي اللي بذلن جهد كبير كتير لحتى إنهن يدعمنا ووصلن أي معلومة ممكن تفيدنا، حتى يعني إنه بعد ما خلصت المدرسة وخلصنا صرنا بفترة الشهر ندرس، فحرصن إنهن أي إشي مش فاهمين ونيجي على المدرسة نرجع يفهمونا إياه، يعني كل الفضل لهم الحمد لله. وإحنا بنقول لك بشاشة تلفزيون الفجر الجديد ألف مبروك، وإن شاء الله بالفرحة الجامعية. تسلم، الله يبارك فيكم. نكمل معكم مشوارنا في لقاء المتفوقين والمتفوقات من أبناء محافظة طول كرم، محافظة التفوق والنجاح، ونلتقي مع الطالبة المتفوقة سارة أبو سارة. أول شيء ألف مبروك من شاشة التلفزيون الفجر. الله يبارك فيك، شكرا. ألو. سارة، يعني كيف كان وضع الترتيب للنجاح والحصاد؟ كيف يعني تنظمي وقتك للوصول للحصاد؟ بالأول إشي كله بحمد ربنا، يعني كله بفضل ربنا وفضل أمي وأبوي علي، طبعا معلماتي في المدرسة، يعني كله بجهدهن، لو لهن يعني ما وصلت اللي علي أنا هلا، والمديرة طبعا ختام بركات بشكرها جدا على تعبته معنا، يعني الواحد بنظم وقته حسب اللي باخده بالمدرسة وبعمل عليه، يعني يكون تنظيم الوقت مرتب عشان ما تضيع ولا وقت، وكمان تريح حالها ما تجهد حالها كتير. يعني طيب وكيف كان دور الأهل البابا والماما في دعمك نفسيا وكمان ماديا؟ أكيد تحفيزات. أكيد شجعوني كتير، دايما بحفزوني أني أصير أحسن وأحسن، طبعا بابا وقف معاي بكل إشي اللي بدي إياه، بعطيني إياه من حيث الأساتذة ولا أي إشي تاني كل بدي إياه، وماما دايما واقف معاي بتصحى معاي بتكون معاي توديني بتجيبني كل إشي، يعني معي خطوة بخطوة. طيب يعني الواحد بيختار تخصص قبل بداية الثانوية العامة ولا بعد؟ لا أنا اخترته قبل، يعني عشان أسعى له أقدر، يعني مثلا أنا اخترت القانون والقانون بده معدل عالي، فحطيته قدامي عشان أدرس أكتر عشان أجيبه، يعني ما أخذ موازي زي اللي بأخذ الطلبة التانيين، هيك ما عشان ما أجهد أهلي، بس أنا بتعبي بقدر أجيب أكتر وأحصل أكتر يعني. نعم، لمن تهدي هذا النجاح وتفوق؟ طبعا أول إشي لربنا، بعدين لماما وبابا أكتر إشي ناس، ومدرسة إبراهيم الخواجة، ومديرتي ومعلماتي، ولأهلي وكلهم الأخواتي اللي ساعدوني كثير إنهم ما كانوا يجي عنا ورعدوا في إني أنا بدرس. أنا أقول لكم شاشة التلفزيون الفجر الجديد ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك، شكرا إنكم على حضوركم عنا. مشاهدين ومتابعين، نكمل معكم مشوارنا في لقاء الفارسات وفرسان محافظة طول كرم من المتفوقين والمتفوقات. دائما طول كرم هي محافظة تفوق ونجاح، ونلتقي مع الطالبة المتفوقة أسيل جيبات. أول شيء ألف ألف مبروك من شاشة التلفزيون الفجر الجديد. الله يبارك فيك، شكرا لكم، أهلا وسهلا. أسيل، يعني كيف كان النظام عندك للوصول لهذا الحصاد وهذه النتيجة المميزة؟ طبعا كان من أول السنة، من بداية السنة يعني متابعة أول بأول، دراسة يومية زي كأنه مثلا بكرة عندي امتحان في المادة وبدرس لها أول بأول، بحفظ، بيكون هيك أكثر متابعة مع المعلمة، بيكون متشجعين نشارك وهيك، وكمان غير الدراسة أول بأول الدعم من قبل الأهل، أكيد أكيد كمان ضغط الأهل ما يضغطوا على أولادهم، ما يحكوا لهم يلا روح، لا 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 ولا حدا، بس بآخر فترة شوية أبوي ها بحكي لي إنه بس يعني كان دائما لازم انه ما يضغطوا على اولادهم كثير ويحكوا لهم يلا ادرسوا هيك ويتعبوا، الواحد عارف وين مصلحته اكيد، بس اذا شاف ابنه ها شوي ملت هيك ولا هيك اكيد لازم يدعمه، بس مش بشكل يضغط عليه. نعم. طيب يعني تنظيم الوقت عندك كيف كان؟ تنظيم الوقت كان يعني النوم مش كثير، انه زي في بعض الطلاب بيروحوا بيناموا 6 ساعات للمغرب، بيهملوا الدراسه، بيأجلوا الدراسه لليل، لا انا كنت مثلا اروح اذا احس حالي تعبانه بنام ساعه وبعدها بكون بحضر الدروس، بدرس الامتحانات وهيك، بروح يعني متشجعه ثاني يوم دوام. طيب وجهتك لاي تخصص؟ قانون ان شاء الله في جامعه النجاح. في جامعه النجاح. طيب يعني شعور بالفرحه غير عن اي فرحه في الكون، يعني كيف لما وصلك نبأ للتفوق؟ أكيد يعني أمي شاهدة وأهلي كلياتهم شاهدين على فرحتي، يعني عن جد كانت عظيمة والله، أنا لما حكوا لي المعدل 98.3 ما صدقتش، حكي لهم متأكدين يا جماعة والله إنه هيك، إن شاء الله إن شاء الله ربنا يطعمها للجميع، مبارك لكل الناجحين والناجحات وحظ أوفر لما حلفهم، الحظ يحاولوا دائما. لمين تهدي هذا الفوز؟ أكيد بهدي أول شيء لأهلي والحمد لله رب العالمين، الفضل لرب العالمين بالأول، وبهدي كمان لسيادة الرئيس لمحافظة طول كرم محافظة النجاح والتفوق، بهدي كمان لمديرة ست وفاء آسيا لها كل الاحترام ومربي صف ست سناء عاشور، ولمعلمات اللي كان لهم الـ يعني الأصل إنهم أنا وصلوني لهاي المرحلة الحمد لله. شكرا.
تلفزيون الفجر ولوطني فلسطين يسلموا. شكرا لكم، انكم دائما بتغطوا اخبار الطلاب اول باول. احنا بقول لك مبروك كمان من تلفزيون الفجر. الله يبارك فيكم، اهلا وسهلا. بنكمل ايضا وراء كل فارس ونجاح اكيد في فارس وفارسه، الاب والام، ولكن الام لها دور اكبر في المنزل لوجودها وتواجدها دائما. امطارك يعني اسيل، ما جابت هالمعدل من الفراغ لولا متابعتك انت والوالد ايضا؟ الحمد لله رب العالمين، يعني ما شاء الله، يعني تابعناها اول في اول من اول يوم دراسي يعني، وهي ما شاء الله شاطرة يعني، ما برتكن عليها يعني، ما كنا انه نضغط عليها انه ادرسي، لا خلص مخليها على راحتها، لانه واثقة من بنتي شو هي، واثقة من جهودها، واثقة يعني من ان شاء الله بدها تقدم، والحمد لله رب العالمين، يعني ربنا ما ضيع لها تعب. القضية هي بما انها بتدرس قانون، يعني اول ملف قضية، يعني انتو شو راح تكونوا تقدموا لها لما تدخل الجامعة؟ تساعدوها كجامعة كيف بتكونوا تقدموا لها؟ شو بتكون تقدموا لها؟ هي بتطلب إشي معين يعني عشان تدخل على الجامعة إنها تدرس قانون. يعني أول ملف شو راح تدعموها؟ والله اللي بدها هي، اللي بدها هي، لأنه عن جد يعني شو ما بدها عن جد بتستاهل. ما شاء الله عليها. نعم. ما شاء الله. إنه أنا بحب أهدي هذا النجاح والتفوق كمان لبلدي وأصلي علار، وألف مبروك للجميع. طيب احنا بنقول لكم من شاشة التلفزيون الفجر الجديد الف مبروك، وان شاء الله بالنجاح الجامعي كمان تفوق. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله وجودكم وجود الجميع، ومبارك لكل الناجحين، وحظ اوفر للي ما حالفهم حظ، وشكرا لكم. بنكمل معكم الفرحة في محافظة طول كرم، فرحة النجاح والتفوق، الفارسات والفرسان من أبناء محافظة طول كرم من عبر شاشة تلفزيون الفجر الجديد. دائما نكون معكم أينما كنتم، ونلتقي مع الطالب المتفوق وفاء الطحل. ألف مبروك من تلفزيون الفجر الجديد. الله يبارك فيك، شكرا. يعني وفاء، ماذا تقول في هذه الفرحة في هذا اليوم؟ ألف مبروك لجميع الناجحين، ومبروك لنجاحي، وبهدي نجاحي لوطني فلسطين، لأهلي، لمديرتي ومدرستي ومعلماتي. طيب وجهتك لأين بعد هذا الجهد الكبير والحصاد؟ التخصص اللي راح تتأهل له إن شاء الله، يعني في أكثر من تخصص، بدنا نشوف الجامعات، وإن شاء الله يعني بين المحاماة والصحافة هيك لنشوف. نعم. الجامعات ونقرر. نعم. طب كيف كان دور الأهل في دعمك في أيام الدراسة؟ أهلي كانوا دائما داعميني وواقفين حدي، ودائما كانوا موفرين لي الجو والغذاء المناسب، وما خلوا أي إشي يزعجني، وكانوا مرفهيني طول فترة التوجيه، والحمد لله. يعني ما كانوا ضل بيقولوا لك أدرسي يا وفاء، أدرسي وفاء، ولا أتركوك على راحتك؟ لا، أنا كنت على راحتي وأدرس براحتي، وما كنتش أضغط حالي كتير يعني. نعم. كنت كل إشي براحة. طيب احنا بنقول لك دائما شاشه تلفزيون الفجر الجديد بنتمنى لك دائما التوفيق حتى في الحياه الجامعيه، وبنقول لك الف الف مبروك يا وفاء. شكرا، الله يبارك فيكم. شكرا لك. مشاهدينا المتابعين، بنكمل معكم مع فرسان النجاح والتفوق في مدينه طول كرم، ونلتقي مع الطالبه ساره بدير. اول شيء مبروك من شاشه تلفزيون الفجر الجديد. الله يبارك عمرك. شو سلام ساره، يعني النجاح مش اي نجاح، والفرحه ليست اي فرحه، يعني شعورك بهذا التتويج بحصاد بعد تعب؟ اكيد شيء ما بنوصف يعني، مش ممكن اني اعبر عنه. فرحه التوجيه يعني شيء الطلاب يعني اكثر فرحه ممكن انك تنبسط فيها، والحمد لله رب العالمين. الله لا يحرم حدا من هالفرحه. طيب ساره، يعني كيف كان تنظيم الوقت عندك بالنسبه للدراسه ودعم الاهل لك؟ يعني أكيد أهلي كانوا معي، مشاركيني بكل لحظة بحياتي، هم يعني بعد توفيق ربنا هم الأساس بهذا التفوق. من الطبيعي أنه يكون الواحد منظم وقته، كنت يعني أدرس وما أهمل حالي، يعني كنت أخذ فترات راحة كتير، يعني كنت أدرس حسب قدرتي وحسب طاقتي، وأكيد الدراسة اليومية إشي أساسي، لازم أن الواحد يتبع يومي لحتى بالآخر يحصل على الهدف اللي بده إياه ويحقق المعدل بده إياه. نعم. طيب كيف كان بالنسبة كمان دور المدرسة في تحفيزكم الوصول يعني إلى راحة نفسية للدخول إلى مرحلة الحصاد النهائي؟ يعني الحمد لله، يعني إحنا من المحظوظين إنه طلعنا بمدرسة جمال عبد الناصر، الكادر التعليمي فيها كتير منيح، يعني المعلمات بشكل عام كلياتهم كتير الحمد لله كانوا منيح، وكانوا مشاركيني حتى إنه بعد ما أخلص الامتحان كانوا يتصلوا يطمنوا علي، كان يعني كل المعلمات كانوا الحمد لله منيح، يعني بخص بالشكر ست تغريد سليمان وست مريم الخطيب وست عفيفة، كانت كتير تدعمني يعني معنويا كتير، كانوا من أكثر الناس الداعميني هم وأهلي بهالشيء المعنوي، أكيد المعنوي أهم إشي. نعم. وجهة التخصص إلى أين؟ إن شاء الله يعني يا إما محاسبة بالنجاح أو أنظمة بخضوري. طب لمن تهدي هذا النجاح؟
بهدي لخالي الأسير معمر شحرور، كان من أكثر الداعمين إلي، كان يعني متبعني بكل لحظة. وبهدي لأمي وأبوي وأهلي، كانوا يعني أكثر ناس هم يعني هم السبب بهذا النجاح بعد توفيق ربنا. وبهدي لروح سيده الله يرحمه أبو ديران. طبعا احنا بنقول لك الف الف مبروك من شاشه تلفزيون الفجر الجديد. الله يبارك عمرك. تسلم. مشاهدي متابعينا، في عالم النجاح وعالم التفوق هناك انطلاقه جديده في عالم التوائم، النجاح التوام الثلاثي اسراء والاء وضحى. عثمان من مدينة طول كرم، نتواصل معكم من خلال شاشة تلفزيون الفجر الجديد مع هذه التوائم الثلاث. نبدأ مع إسراء. إسراء، أول شيء تعرفينا معدلك، اسمك، وألف مبروك من شاشة تلفزيون الفجر الجديد. أنا اسمي إسراء أسامة وصفي عثمان من مدرسة طول كرم الثانوية الصناعية، معدل 96.8، الأولى على مستوى محافظة طول كرم والرابعة مستوى الوطن. طب كيف كانت الدراسة معك يا إسراء؟ الحمد لله كانت منيحة، يعني بعطلة الشهر كنت أدرس يعني بس مش كتير، يعني ما ولا مرة ضغط حالي، كنت أدرس 4-5 ساعات أوزعهم على اليوم، برضو قبل الامتحان يعني كنت أدرس قبله بيوم يعني، بس حتى نص يوم ما كنتش يعني أضغط حالي فيه، بس باليوم والحمد لله يعني المواد كانت منيحة والحمد لله يعني. إسراء، يعني هل كانت يعني الدراسة ثلاثية التوائم مع بعض كنتوا ولا كيف؟ لا هو مش كل واحدة تدرس لحال، بس لما واحدة ما تعرفش إيش تسأل الثانية هيك بس يعني، يعني كل واحدة تدرس لحالها واستصعبت من إيش تيجي تسأل الثانية تفهمها يا بس. كل واحدة بغرفة ولا نفس الغرفة؟ نفس الغرفة، يعني نروح كل واحدة تدرس بغرفة ما نعرف إيش، نرد بنفس الغرفة نتجمع وندرس مع بعض. طيب نذكر من إسراء المميزة للمميزة أكثر كمان دائما ألا، يعني إسراء التميز وإبداع، وأنت تميز وإبداع، التوأم الثاني والتوأم الثالث، يعني أنت مش شايفة ملاحظة أنه تجميع لتوائم ثلاث وتفوق مع بعض؟ بلا، مش يعني غريب، جزء أول مرة كمان. نعم، لا أول مرة هي تحدث. نعم يعني أصلا فيش أنه جزء كنت طول كرم ثلاث توائم في الوطن، أنا ما حصلتش كمان لأول مرة. كمان يعني احنا قريبات على بعض بالمعدلات. نعم، فإنه الكل بيستغرب أنه يعني ثلاث وقريبات على المعدل. طب كيف كان التجانس بينكم الثلاثي؟ يعني بتقول إسراء انه في حال صار في عنا ما عرفتش واحدة الثانية بتكملها وبتعلمها ومش عارف ايش، كيف؟ انه الواحد اللي بتكون مش فاهمته بتسأل اللي فاهمته بتشرح لها اياه، وخاصة انه احنا الثلاث نفس المستوى فبنعرف على بعض، يعني نفهم على بعض كيف اللي بدها اياه ونفهمها اياه بطريقتنا بتفهمها. طب كيف كان التفاوت معكم؟ يعني معدل 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 ونفس المستوى تقريبا، يعني التجانس في المعدل، نفس الصورة ونفس يعني نفس البيت ونفس الغرفة، أجواء الدراسة عادي يعني هو كان الواحد كان يستصعب انه مرات ثلاثة انه صعب شوية انه انا بدي ادرس هون انا وهيك يعني نضل نتخرف، بس يعني انه الواحد الحمد لله بفضل الله جبنا المعدلات. طيب ضحى، يعني السؤال لضحى كمان، يعني اول شيء مبروك كمان، الله يبارك فيك. يعني ضحى الصوره الامثل هون، يعني دور الوالد والوالده، هل انتم كنتم رايحينهم وانتم كنتم مع بعض لحالكم تكملوا دراسه؟ هو اكيد هم ريحونا مش احنا ريحناهم. نعم. هم كانوا في توتر يعني انه نضل نلتهي ونخرف مع بعض ما نعرفش ندرس لحالنا، يعني نحطونا كل واحد بغرفه بس نرجع نجتمع مع بعض نصير نخرف على اساس اننا ندرس يعني، فكان يضلهم انه خلص ادرس يعني تلتوش هيك يعني، وبعد الحمد لله يعني بجزء احنا اللي تعبناهم يعني. طيب لمن تهدي هذا النجاح؟ اول شيء الحمد لله يعني بشكر ربنا، بعدين بشكر ماما وبابا اللي ساعدونا ووفروا لنا الجو، يعني حتى اخونا الصغير كان يضلهم يعني انه يبعد وما تزعجنش وخليني اعرف انه يدرس يعني، ولكل معلومات العدوية اللي ساعدنا وشرح لنا، يعني في اضراب شهر الواحد ما عرفش يدرس فيه، كان يحكي بجوز بكره نداوم بجوز لا، فالحمد لله معلومات العدوية ما تنقصرن ما تعبن، يعني تعبن معنا منيح يعني الحمد لله، وبرضه لكل خواتي واخوتي وشكرا لهم كلهم. طب ايش ناوي تدرسي؟ الله اعلم، بجوز طب يعني اسنان. طب وانت يا هلا؟ يمكن الطب يعني بعد مش مبين. هل راح تتجانسوا التوائم الثلاث ايضا بالطب؟ الله اعلم. الله اعلم. الصناعي بزبطش هناك الصناعي؟ طبعا صناعي. اما تنتين توأم راح تكونوا طب يعني؟ الله اعلم. الله اعلم. طيب اسراء، نرجع لاسراء، يعني توجهك في المستقبل؟
أنا دخلت بالمدرسة صناعة حاسوب يعني، فراح أكمل هندسة حاسوب إن شاء الله أنا. إن شاء الله. طب لمين بتهدي هذا النجاح الثلاثي للتوائم الثلاث؟ لمين؟ لتوأم يعني أكيد. نعم. بعدها لكل عائلتي يعني، ويعني بالأخص ما وبابا تعبوا معنا يعني، ولأخوتي وخواتي، وكمان معلمات يعني والأساتذة بالصناعي، وللمس زينة يعني أزيد إيش، لأنها هي تعبت يعني معنا كتير في مواد التخصص يعني، ثلاث مواد يعني صعبات مش سهلات، وهي تعبت معنا فيهم يعني، تعبت يعني، فبشكرها يعني. إسراء، كنت تمشكل الثلاثة توأم مع بعض؟ يعني متمشكل في الحكي، انا دا ادرس هون انا هون يعني، بالاخير كل واحد تروح تدرس مكان، بس لما نروح يعني خمس دقائق نرد نرجع نجتمع ندرس مع بعض يعني. هو اللبس واحد موحد حتى في النجاح. طيب احنا بنقول لك من شاشه تلفزيون الفجر الجديد الف الف مبروك، وان شاء الله بالرحله الجامعيه التميز والابداع اكثر واكثر دائما ان شاء الله. الله يبارك فيكم. شكرا. شكرا لتلفزيون الفجر.